السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الثاني من الوحدة 25 الصوت، القسم 2 الفيزياء والموسيقى، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. الرنين في الأوتار. مثل ما كنت أقلكم أنه أقرأ، أنه شعارك يكون أقرأ أفهم أحفظ أطبق. هون في بعض الأشياء تقرأها للفهم، وفي بعض الفقرات تقرأها للفهم ثم الحفظ، وهذا شيء أنت اللي بتحدده. بالرغم من أن الضرب على الأوتار أو شدها يسبب اختلافا في أشكال الموجات، إلا أن لها خصائص عديدة مشتركة مع الموجات المستقرة المتكونة في النوابض والحبال، ويكون الوتر في آلة مشدودا من الطرفين، لذا فإنه عندما يهتز يكون له عقدة عند كل طرف من طرفي. عندك هنا عقدة وهنا عقدة. النمط الأول للاهتزاز له بطن عند المنتصف، وطول الوتر يساوي نصف الطول الموجي. لاحظ هنا عندك بطن واحد اللي هي طول الوتر، وموجة وبطن واحد يعني نصف موجي. الموجي من هنا لهنا، الموجي عبارة عن بطنين. إذن L وتساوي لمدة على 2 بالنسبة للتردد الأساسي أو النغمة الأولى. F1 تساوي السرعة على الطول الموجي، وتساوي للسرعة على الطول الموجي. طول الموجي هنا يساوي 2L. ويحدث الرنين التالي أو التوافقية الثانية عندما يكون طول الوتر مساويا لطول موجي. L تساوي للمدة، فيك من تأخذه من الشكل هنا L، لاحظ تساوي بطنين يعني تساوي طول موجي. إذن لمدة 2 تساوي لL. F2 وتساوي V السرعة على لمدة، وتساوي لV على L. نضرب المقام والبسط باثنين من شان نربط التردد الثاني بالتردد الأول. V على 2L هي التردد الأول، وصار عندك F2 التردد الثاني يساوي 2F1. هي التوافقية الثانية. تساوي ترددات الرنين مضاعفات العدد الكلي لأقل تردد، أقل تردد اللي هو F1 اللي أحيانا بسموه التردد الأساسي. لذلك فيك تكتب Fn وتساوي n في F1. عندك هنا لاحظ F1 تقابل بطن واحد، n بتاخد واحد تقابل بطن واحد، n بتاخد اثنين. لاحظ بالرسم بطنين، إن أخذت ثلاثة ثلاث بطون، إن أربعة أربع بطون، إن خمسة خمس بطون، إن ستة ست بطون. إذن بتلاحظ إنه إن تمثل عدد البطون. نجي للطول الموجي وطول الوتر. بأول رسمة طول الموجي يساوي 2L لأن عندك بطن واحد. الرسمة الثانية طول المتر الوتر يساوي بطنين يعني طول موجي واحد. طول الوتر الثالث لاحظ موجي ونص يعني 2 على 3 2 ال على 3 هي طول الموجي، يعني ال يساوي طول موجي ونص، وهكذا. الرنين في الأوتار يصدر الكمان نغمة F ترددها. ما ترددات التوافقيات الثلاثة اللاحقة التي تنتج في هذه النغمة الموسيقية أو في هذه الآلة الموسيقية؟ نجيب العلاقة Fn وتساوي n في F1، F2 وتساوي 2 ضرب 370 هرتز وتساوي 740 هرتز. هي التوافقية الأولى بالنسبة للتردد الأساسي. F3 تساوي 3 في 370 هرتز
بتساوي 1110 هرتز. اف 4 بتساوي 4 في 10 في 4 4 ضرب 370 هرتز. لاحظ التوافقيات هذه مع التردد الأساسي كلها تصدر من هذه الآلة مع توافقيات أخرى هي اللي بتخلي النغم يتغير. الرنين في الأوتار، تذكر أن سرعة الموجة تعتمد على الوسط. بالنسبة للوتر تعتمد سرعة الموجة على عاملين، قوة الشد فيه وكتلة وحدة طوله. لذا كلما كان الوتر مشدود أكثر تكون سرعة حركة الموجة عليه أكبر، مما يؤدي إلى ازدياد تردد موجاته المستقرة. كيف يمكن ضبط نغمة الآلات الوترية؟ عن طريق، هذا سؤال، عن طريق تغير درجة شد أوتارها. معادلة سرعة الموجع في وتر، في وتر وتساوي الجذر التربيعي قوة الشد على كتلة وحدة الأطوال، يعني M مقسومة على L، وتساوي قوة الجذر التربيعي لقوة شد الوتر على ميو. ميو هي رمز لام تقسيم ال، يعني لوحدة الكتل، لوحدة كتلة الطول، وحدة كتلة الطول، مش وحدة، أي كتلة وحدة الطول. لماذا من الضروري ربط الأوتار في لوحة الصوت؟ لاحظ أوتار العود مربوطة بجسم العود، أوتار الكمان مربوطة بجسم الكمان. ليش بيربطوها بهيك جسم؟ لأنه الأوتار وقت بتهتز بتعطي اهتزازات بسيطة ما بنقدر نسمعها، فهالجسم العود بيضخم الاهتزاز هذا. بسبب صغر مساحة المقطع العرضي للأوتار إلى حد كبير، يعني المقطع العرضي للأوتار اللي مش شايفها أجزاء من المليمتر، فإنها تحرك كمية قليلة جدا من الهواء عند اهتزازها، فاللوحة الصوتية تنقل اهتزازها إلى الهواء مما ينتج عنه موجة صوتية أقوى من اهتزاز الأوتار. ينبغي للوحة الصوت اللي هي جسم الآلة أن تحدث رنينا عند تردد أحادي، يعني مترددها الطبيعي، لأن الغرض منها، بما أنه الغرض منها هو نقل اهتزازات كل الأوتار إلى الهواء، لهذا ينبغي أن تهتز جيدا عند كل الترددات التي تصدرها الآلة. لذلك كل آلة وترية لها شكل مختلف عن الآلة الأخرى من شان تتغير النغمات والتوافقيات المرافقة للتردد الأساسي. التأكد من فهم النص، صف العلاقة بين قوة شد الوتر وسرعة الموجة أثناء انتقالها على طول الوتر، تتذكر هذه العلاقة وبتتذكر هذه العلاقة. كلما زاد مقدار الشد في الخيط اللي هو FT زادت سرعة الموجة، يعني في وتر المتحركة على امتداد طوله، مما يؤدي إلى ازدياد ترددات موجاته المستقرة. جودة الصوت، تصدر الشوكة الرنانة صوتا ناعما ومتجانسا، يمكن شفته في المدرسة لأن ملساء، لأن طرفاها يهتزان بحركة توافقية بسيطة وينتجان موجة جيبية كالموضحة في التمثيل البياني، لذلك يسمى صوت نقي. صوت الرنان، الشوكة الرنانة صوت نقي لأن ما بتصدر إلا تردد واحد. وتعد الأصوات التي يصدرها الإنسان والآلات الموسيقية أكثر تعقيدا لأنها بتصدر ترددات عديدة مش تردد واحد. تعد موجة الصوت المعقدة مركبة من موجات ذات ترددات مختلفة. يعتمد شكل الموجة على السعات النسبية لهذه الترددات.
يطلق على الاختلاف بين موجات الآلات الموسيقية اسم طابع الصوت أو جودة النغمة أو لونها، فبتعرف لكل آلة موسيقية إلى لونها الخاص، صوتها الخاص، طابعها الخاص، سواء كان عود، طبل، مزمار، بوق سيارة، يعني أي شيء، حتى صوت الإنسان أنت بتقدر تميز صوت إنسان عن إنسان آخر من خلال ترددات صوته. أنا صوتي مميز. في ناس بتحبه، في ناس بتكرهه. الطيف الصوتي، التردد الأساسي والتوافقيات. نتجت الموجة الصوتية المعقدة الموضحة في الشكل التالي من آلة مزمار، فلاحظ الموجة ترددات مختلفة وسعات مختلفة، لكن فينا نقول متقاربة من بعض. لماذا ينتج المزمار مثل هذه الموجة الصوتية؟ يعمل أنبوب الهواء في المزمار كأنبوب مغلق الطرف، تذكر، لذلك جبت لك هذه الرسمة مشان تتذكرها. التردد الأساسي F1 وتساوي V على لمدة 1 وتساوي V على 4L. 4L هي طول الموجة. لاحظ طول الموجة عندك هون كام؟ عندك ربع، يعني طول الوتر يساوي ربع طول الموجة، يعني هنا عندك L وتساوي لمدة على 4، هي ربع البطن. هذا التردد الأساسي. بنفس الطريقة بنحسب التردد الثاني، التردد اللي هو هنا F3 وتساوي B على لمدة 3. ليش أخذنا 3؟ لأنه L وتساوي 3 من ربع الطول الموجي، يعني نص بطن. ربع الطول الموجي هو نص بطن، اللي هو هذه، هذا نص بطن. وF5 وتساوي بنفس الطريقة. فبتلاحظ F1 يعني التوافقية الثانية 3F1 والتوافقية البعدها 5F1. فلو تابعنا حيكون المزمار يعطيك التردد الأساسي والتوافقيات التابعة له. هاي التوافقيات نحن حسبنا تنتين بس، هو في كتير من التوافقيات. وتعطي التشكيلات المختلفة لهذه التوافقيات صوتا مميزا بكل آلة، يسمى الجرس أو نوع الصوت، ولكل إنسان له نوع صوته الخاص. Fn وتساوي N في F1. N هنا حتاخد الأعداد الفردية 1 3 5 7 9 إلى آخره. التناغم والنشاز، تسمى مجموعة طبقات الصوت المزعجة بالنشاز. إذا كان المزج بين طبقات الأصوات ممتعا يقال إن الأصوات في حالة تناغم. لذلك في بعض قراء القرآن صوت جميل بترتاح له، أذنك بترتاح للاستماع له. فيمكن لنا أن نرسم عدد لا نهائي من الأمواج التي لها نفس الطول ونفس السعة، ولكن تختلف بإيش؟ في شكلها. والتمييز بين الأصوات من حيث الطابع، يعني إحنا نميز بين الأصوات من حيث طابع الصوت. إذن المسألة تتعلق في ذوق الشخص، أي تقبله نفسيا لهذا الصوت أو أكثر من أو لغيره. يعني أنت في ناس بيحبوا صوت العود، في ناس صوت الكمان، في ناس بيحبوا صوت قارئ معين وصوت قارئ آخر مختلف، على حسب. لكن بعض الأصوات تكون أقل نقاوة من غيرها، لكنها تكون مفضلة أكثر من قبل بعض السامعين. أنا بعض الطلاب بيحبوا صوتي وبعض الطلاب لا، بيقولوا صوته مزعج. وهذا مرتبط بتكوين طبلة الأذن والجملة العصبية للمستمع. الفواصل الموسيقية، يقال عن النغمتين التي ترتبط تردداتها بنسبة 2:1 أنهما تختلفان بمقدار جواب.
هون مفسر لك الجواب انه ثامن درجة في السلم الموسيقي، فمعرفة انا شو هي ومعرفة اسأل حدا. يرتبط التردد الاساسي وتوافقياته بالجوابات، هي لازم تحفظها لان في يمكن يكون اسئلة عليها، حيث تكون التوافقية الاولى اعلى من التردد الاساسي بمقدار جواب واحد، بينما تكون التوافقية الثانية أعلى بمقدار جوابين وهكذا. مثال، وعلى سبيل المثال إذا كان تردد النغمة الموسيقية الأساسية 440 هرتز، فسيكون تردد النغمة الموسيقية الأعلى بمقدار جواب واحد بده يساوي كم؟ ممكن هذا يكون المجهول، فسيكون تردد النغمة الموسيقية الأعلى بمقدار جواب واحد كام؟ أنت حتجي تعمل الآتي: F2 وتساوي 2 ضرب 440 وتساوي 880 هرتز، أعلى بجوابين حتعمل الآتي، حتضرب بثلاثة، أعلى بثلاث جوابات مدري إيش تضرب بهذا. ويحدد الفاصل الموسيقي بنسبة ترددين وليس بحجم الفاصل أو التباعد بينهما، بنسبة الترددين. قد تقترب نغمة من أخرى في فواصل موسيقية أخرى، فعلى سبيل المثال تكون نسبة ترددات النغمة الثالثة إلى النغمة الأساسية 5 إلى 4 مثلاً. أنا جبتهم لأنه احتمال يجيك أسئلة عليهم، لذلك لازم تعرف كيف بينحسبوا. فالنغمتان C و E تردد النغمة C لها تساوي هذه، إذن تردد النغمة A شو بده يساوي؟ ممكن هذا هو المجهول، تكتب 262 تضربها بخمسة على أربعة، يعني هو بيعطيك هذه. مثال تاني، النسبة بين تردد النغمة الرابعة إلى النغمة الأساسية هي 4 إلى 3 مثل النغمتين C و F. تردد النغمة C 262، كيف بتحسب النغمة F؟ تضرب 262 ضرب 4 إلى 3. الضربات للتناغم يحدد من حيث نسبة الترددات، تناغم في الصوت يحدد من حيث نسبة الترددات. إذ أن تردد الضربة هو مقدار الفرق بين ترددات الموجتين، فF ضربة تساوي لF A ناقص F B، A و B هي ترددين، يعني إذا كان في فرق بين ترددين له قيمة معينة، يعني تردد الأول 10 الثاني 12، فرق بيناتهم 2، 2 هو الضربة. عندما يكون الفرق أقل من 7 تستشعر الأذن هذا الصوت على هيئة نبض لشدة الصوت. وإذا كان هناك ترددان متماثلان، يعني FA وFB متماثلين، يعني الفرق بيناتهم كتير قليل، فإنهما يتداخلان لإنتاج مستويات صوتية مرتفعة ومنخفضة تسمى الضربة. نجي للشكل، عندك الموجة الحمراء والموجة الزرقاء تردداتهم قريبة من بعض، لاحظ هذا الزمن الدوري للموجة الثانية وهذا الزمن الدوري للموجة الثانية، معناته الاختلاف بسيط بين ترددات الموجة الأولى وترددات الموجة الثانية، لأنه الزمن الدوري وعلاقته بالتردد أنه التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري، فلذلك التداخل أعطاك هذه تسمى ضربة، وهذا زمن الضربة وهذه ضربة تانية. لاحظ المنطقة اللي صار فيها الضربة هنا، المكان اللي صار فيها الضربة هنا اللي تداخل تام.
وغالبا ما تضبط نغمات الآلات الموسيقية عن طريق تشغيل صوت آلة مقابل الأخرى وضبط تردد واحدة منهما لحين اختفاء الضرب. يعني كتير بسمع أنه ناس بيشغلوا صوت على الفيديو على الكمبيوتر وبيكون العود بإيدهم وبيصيروا يضبطوا نغمة العود على النغمة اللي بيسمعوها من الكمبيوتر. مونتاج الصوت والضجيج. عندما تستمع إلى فرقة موسيقية بصورة مباشرة تسمع موسيقى تصدر مباشرة من صوت إنسان أو الآلات الموسيقية. يعني إذا رحت حضرت حفلة موسيقية طبعا حياتي أنا ما حضرت فهتشوف الناس اللي بيعزفوا لكن بشوفهم على التلفزيون. تستمع إلى الموسيقى التي تم تسجيلها. نحن بنستمع للموسيقى التي تم تسجيلها ويتم تشغيلها عبر أنظمة إلكترونية. يعني يا من موبايلي بسمعها يا من الكمبيوتر يا من الراديو يا من التلفزيون. ولإعادة إنتاج الصوت المسجل بصورة واضحة يجب أن يلائم النظام الترددات كلها بالتساوي. فلازم تكون ترددات النغمات الموسيقية محصورة ما بين 20 هيرتز و 20,000 هيرتز اللي هي مدى سماع الإنسان. يعني أدنى تردد بيسمعه الإنسان وأعلى تردد بيسمعه الإنسان وضمن مدى 3 ديسيبل. عندك هذه الرسمة تمثل ضجيج. تتكون موجة الضجيج ما في جيم تاني من العديد من الترددات المختلفة وتكون جميعها بالسعة نفسها تقريبا. السعة هي المسافة بين مركز التوازن وأعلى نقطة. التأكد من فهم النص. صف موجة الضجيج. تتكون موجة الضجيج من العديد من الترددات المختلفة وتكون جميعها بالسعة نفسها تقريبا. ويجب تلك الرسم مشان تتذكرها. الخلاصة يكون للوتر المثبت عقدة عند كل طرف ويصدر رنينا عندما يبلغ طوله نصف الطول الموجي أو طول موجي أو 3/2 من الطول الموجي أو 4/2 من الطول الموجي. تكون ترددات رنين الوتر مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي. يعني Fn تساوي N في F واحد. N بتاخد 1 2 3 4. تحدد ترددات الموجات المعقدة الناتجة من آلة موسيقية ودرجات شدتها بتحددنا الجرس جرس الصوت أو نوع الصوت. هذا اللي بيخلينا نميز ما بين صوت وصوت آخر. يعني وقت حدا بيتصل فيك بالتليفون تقول له أهلا أحمد أهلا حصة أو أهلين حصة. الذي يعد أحد خصائص هذه الآلة. إذا جرس الصوت أو نوع الصوت هو اللي بيخلينا نميز ما بين الأصوات. تتداخل موجتان لهما التردد نفسه تقريبا لتكوين إيش الضربات. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.